السلام عليكم، معكم خالد احمد اس كي برودكشنز، والنهارده بقدم لكم حلقه مناقشه اخبار جديده. هنبتديها بالكلام عن الخبر اللي كان يكون ممكن هو الاهم وناس كتير جدا كانوا فرحانين بيه في الفتره اللي فاتت، وهو استقاله جيم راين، او ان هو هيستقيل من اداره سوني بلاي ستيشن في خلال شهر مارس اللي جاي، واللي هيكون موجود بداله في الفتره دي المدير المالي لشركه سوني. ولحد دلوقتي مش متحدد مين اللي هو هيكون خليفة ليه ومين اللي هيمسك الإدارة بتاعت سوني. دايما بيكون أصلا الإدارة بتاعت سوني زي ما بلاحظ ان بتتنقل من شخص للتاني مثلا كل 5 سنين أو حاجة زي كده، لكن طبعا ممكن نقول ان جيم راين كان الإدارة بتاعته مختلفة شوية، وإدارة ما كانتش محبوبة من جزء كبير جدا من جمهور بلاي ستيشن، لسبب ان الراجل كان ليه شوية سياسات وليه شوية تصريحات وتوجهات سوني في خلال الفترة اللي فاتت ممكن ناس كتير جدا يكونوا قلقانين شوية ناحية ايه اللي رايح ناحيته سوني، التوجه الخدمي وان هم عاوزين يركزوا على الالعاب الخدمية تحديدا، فين الالعاب السنجل بلاير والاسعار اللي عمالة تعلى والكلام ده. جيم راين ممكن يكون كراجل، ممكن نقول اعمال، كراجل مسؤول عن كواحد اشتغل من جوه سوني من 30 سنة في جانب التسويق، هو كان ليه ممكن نقول نجاحاته في الجانب ده بالتحديد، هو كراجل بتاع فلوس، لكن انه هو يحط خطة او رؤية للاستديوهات بتاعت سوني تحديدا دي كان عليها علامات استفهام كتيرة جدا. وبصراحة الراجل اللي عمل حاجات كتير جدا الفتره اللي فاتت او قال كلام كتير جدا الفتره اللي فاتت كان فعلا انا عن نفسي شخصيا ما كانش عاجبني خالص اللي هو كان بيقوله. الراجل كان ليه تصريحات ضد وجود مثلا خدمات زي الباكورد كومباتيبيليتي او الدعم المسبق اللي هو تشغيل الالعاب بتاعه اجهزه الاجيال اللي فاتت من اجهزه سوني. الراجل كان ليه بعض التصريحات حتى اللي ممكن نقول اللي تخص سوق الشرق الاوسط، وهو بيقول ان الناس في الشرق الاوسط ما كانوش يعرفوا اي حاجه عن الجيمينج الا من خلال بلاي ستيشن، يعني قبل بلاي ستيشن ما حدش في الشرق الاوسط كان يعرف اي حاجه على حسب كلامه يعني، ودي حاجه غلط. وانا بالنسبه لي برضو من اكتر الحاجات اللي انا فعلا شايف ان سوني ساهمت بيها بشكل كبير جدا تحت ادارته هو رفع الاسعار بتاعت الفيديو جيمز ل$70. مش سوني لوحدهم طبعا، هو كان جنبهم شركة زي تيك تو، هما الاثنين اللي دفعوا شركات كتير جدا في 2020 ان هما يبتدوا يقدموا الالعاب بتاعتهم باسعار $70. وطبعا مبلغ $70 ده احنا كنا مفروض ناخد في مقابله العاب تكون ليها جودة عالية، لكن يا كتر الالعاب اللي احنا شفناها في الفترة اللي فاتت اللي متسعارة ب$70 واللي مستواها يعني ممكن يعني نفس اللي احنا بناخده من الالعاب ب$60 اللي نازلة من اول يوم بمشاكل. طبعا الاهم من كده هو التوجه الخدمي اللي هو كان بيديره او اللي كان عاوز ان هو يروح ناحيته اكتر جيم راين في الفترة اللي فاتت. وعلى حسب تقرير من موقع بلومبرج، الصحفي اللي هو جيسون شراير كان كاتب عنه في الفترة اللي فاتت ان هو في مشاكل كتيرة جدا قبلوها الاستوديوهات بتاعت سوني في ان هم يقدموا العاب خدمية او ان هم يتأقلموا مع التوجه ده وان هم يبتدوا يقدموا العاب بنفس الاسلوب ده، ودي حاجة انا شايف انها ما كانتش هتبقى سهل جدا ان الاستوديوهات بتاعت سوني اللي تعودوا بقالهم تقريبا ممكن يكون فوق 20 سنة ان هم يقدموا العاب عبارة عن العاب سينجل بلاير مجرد ما بتنزل بتدعمها بس كام شهر بتحديثات وهوت فيكسز والكلام ده، وبعد كده خلاص بتحطها على جنب وبتروح للالعاب اللي غيرها او اجزاء جديدة منها، وده اللي احنا بنشوفه من سوني بقالنا كتير. لكن فكرة انك انت تفضل تدعم لعبة لفترة طويلة وحتة بقى اللايف اوبريشنز واللي هي ممكن استوديوهات كبيرة بتنتج العاب خدمية زي بانجي اللي برضو سوني استحوذوا عليهم، بيقعوا في مشاكل مع الجانب ده تحديدا ان هم يخلوا الالعاب بتاعتهم تبقى فيها محتوى اكتر مع الوقت، تكون تجربة المستخدم فيها افضل. وطبعا بيقابلنا المشكلة الكبرى اللي بنشوفها في الالعاب الخدمية، وهي انك انت المحتوى دايما بيكون قايم على مش تجربة انك انت بتستمتع بيها، لا هو الموضوع للأسف بيتحول مع الوقت لان هو زي واجب مدرسة او assignment كده انت بتعمله للكلية بتاعتك، حاجة لازم التزام يومي انك انت تخلصه عشان انك انت ما تحسش بحالة الفومو او حالة الفير اوف ميسنج اوت، انك انت خايف لا يفوتك حاجة من المحتوى اللي بتقدمه الالعاب دي. سوني ناجحين في حاجه ايا كان بقى مستوى الالعاب اللي هما بيقدموها، ايا كان ممكن نقول مستوى الافكار هل هما بيجددوا ولا لا، بس هما كانوا دايما بيقدموا العاب قصصيه، العاب
ممكن تكون مبنيه على تجربه لعب فردي. ولو احنا بصينا للسنه اللي احنا فيها اللي هي 2023، احنا هنلاقي نفسنا قدام سنه أغلبية الألعاب اللي كان فيه كلام كتير عليها واللي كان فيه نقاش دايما واللي كان فيه زخم حواليها كلها ألعاب سينجل بلاير. فاللي هو التوجه الخدمي ذات نفسه احنا عندنا فيه سؤال أصلا ناحيته دلوقتي، هل هو توجه لازم بقى كل الشركات تتجه ناحيته في المستقبل، ولا يعني المفروض بقى يكون في تنوع؟ ولا انا نفسي شخصيا شايف ان التوجه الخدمي ده بقى يعني سرطان صراحه بالنسبه لصناعه الالعاب، وسرطان لابد ان هو يتم استئصاله. بس ايه بقى مستقبل سوني من بعد لما جيم راين بقى طلع؟ الله اعلم. يعني انا بصراحه مش هقول ان انا يعني خلاص شايف ان الوضع وردي قوي، ولا شايف ان الوضع سوداوي قوي. انا شايف ان احنا لازم نشوف مين اللي هيجي بدل جيم راين، مين اللي هيمسك بداله، لان في واحد ماسك بداله مؤقتا، ولما نشوف بقى مين الشخص اللي هيمسك بداله وايه الرؤيه بتاعته والاستديوهات بتاعت سوني هتقدم ايه في الفتره اللي جايه. يجي بعد كده خبر ممكن يكون مهم شويه خصوصا الواحد انا خلصت يعتبر خلاص سايبر بانك 2077 سواء اللعبه الاساسيه او الاضافه، وفي تصريح طلع من سي دي بروجكت ريد ان في الوقت الحالي خلاص كده الصفحه بتاعت سايبر بانك 2077 اتقفلت، مش هيكون في تحديثات كبيره جايه للعبه خلاص، ولا هيكون في حتى اكسبانشنز او توسعات للعبه او اضافات. هيكون طبعا في شويه الهوت فيكسز او في تحديثات مثلا لحاجات ممكن تكون بسيطه وصغيره في اللعبه، لكن بعد كده مش هيكون في اي تقديم لاضافات او تحديثات كبيره زي التحديث اللي هو 2.0. وانا كواحد خلصت اللعبه زي ما بقولت لكم يعني خلاص هو واضح جدا ان ما عادش في حاجه تانية ان هم يعملوها، مع اني جوايا انا نفسي من بعد ما خلصت الاضافه واحده كمان. هم كانوا قايلين قبل ما اللعبه تنزل تقريبا كان هيبقى في اكتر من اضافتين، لكن انتوا عارفين اللي حصل مع اللعبه نفسها، ودلوقتي التركيز بتاعهم على سايبر بانك 2 او ايا كان هيكون اسم الجزء الجاي ايه بقى. الاستوديو اللي معلوماتكم مفروض ان الشركه من بعد لما هم عملوا تغييرات اداريه واعاده تشكيل الفرق اللي موجوده جوه الاستوديو، هم فتحوا استوديو جديد في بوسطن في الولايات المتحده. الاستوديو ده المفروض ان هو هيكون مسؤول عن تطوير سايبر بانك الجديده، وفي نفس الوقت الاستوديو بتاع وارسو في بولندا هو اللي هيكون مسؤول عن تطوير ذا ويتشر الجديدة. يعني لعبتين بتطوروا في نفس الوقت بفريقين مختلفين. ولو حد فيكم ناسي برضه هيكون في تطوير بمحرك جديد وهو Unreal Engine بدل Red Engine الخاص بالاستوديو واللي اتعمل بيه الألعاب اللي فاتت بتاعتهم كلها. وغير كده مخرج إضافة Phantom Liberty اللي هو جاب أمانتانجلو هو اللي هيكون مسؤول عن تطوير الجزء اللي جاي. يعني سبويلر أليرت، الصراحة الراجل عمل شغل ممتاز في الإضافة، عمل حاجات كتير جدا كويسة، فيعني انا اتمنى ان هو يعني يقدر يطلع كل الافكار اللي عنده ويقدر ان هو يستغل اللور، يقدر ان هو يستغل امكانيه بقى ان خلاص ما فيش اجهزه جيل قديم ممكن تحد من اي امكانيات تقنيه للعبه زي ما حصل مع ال 2077. واتمنى حاجه كمان، ان انا ما استناش 10 سنين. انا حسبتها فترة اللي فاتت واتصدمت، انا استنيت سايبر بانك 2077 فعليا 10 سنين. يعني لو انا حسبت يعني بالابديت اللي هو بتاع 2.0 والاضافة ان انا اخد التجربة اللي انا المفروض كنت استناها في 2020 او جزء منها، انا استنيت 10 سنين. خبر بعد كده هو خبر ممكن يكون بصراحة يعني انا استقبلته بمشاعر مختلطة شوية، لان الفترة اللي فاتت الكلام عن الريميك بتاع Knights of the Old Republic اللي كان استوديو Aspyr هو اللي شغال عليه كان الكلام ما يطمنش قوي، ان في ممكن نقول مشاكل في عملية التطوير، ان في كتاب عليهم علامات استفهام الصراحة، وناس كتير جدا متخوفين من اسلوب كتابتهم، خصوصا كاتبة اسمها سام ماجز كانت شغالة على اللعبة وبعد كده هي خرجت من عملية تطوير اللعبة نفسها. وممكن نقول ان في تعطيل كتير بيحصل في عملية التطوير، ووصل الموضوع في الفترة اللي فاتت ان اي حاجة تخص التريلر بتاع اللعبة نفسها واي وجود لاسم اللعبة على السوشيال ميديا اتمسح، البوستات الموجودة على اي منصة سوشيال ميديا تانية اتشالت تماما،
وده ما فيش اي تفسير ليه في الوقت الحالي، ولكن على حسب كلام سوني طبعا التريلر كان محطوط على القناة بتاعتهم واختفى بعدها. بيقولوا ان هم بيعملوا انليستنج، ان هم بيشيلوا تماما او ما بيخلوش اي فيديو ظهر في العام، ولو الفيديو ده فيه موسيقى ممكن تكون عليها ممكن نقول حقوق، او ممكن يكون رخصة استخدام الموسيقى ذات نفسها انتهت. فمش عارف الحقيقة هل كلامه ممكن يكون صح ولا هو عبارة عن عذر كده وخلاص، لكن في حذف التغريدات عن اللعبة حتى بشكل كتابي، يعني اللي هو طيب ايه مصير اللعبة الفترة اللي جاية، بظل ان في تقرير اتقال من خلاله ان اللعبة من ممكن تطورها اساسا يبتدي في 2024، فاللي هو في تأخير كبير جدا. بعد كده برضو بالنسبة لسوني، وهو خبر يهم الناس اللي بتلعب على البي سي، ان لعبة Horizon Forbidden West هتنزل على البي سي في بداية 2024. دي حاجة تم التأكيد عليها مع الاعلان عن نسخة اللي هي ممكن نقول انها الكمبليت اديشن، اللي فيها الاضافة بتاعت اللعبة واللي فيها كل المحتويات الاضافية اللي تقدمت لها. وانا شخصيا ممكن اكون مهتم شوية ان انا اشوف اللعبة دي على البي سي هيكون نظامها ايه من الناحية التقنية. غير كده الاستوديو اللي بيطور اللعبة هو نكسيز، اللي قدم لعبة راتشت اند كلانك على البي سي في الفترة اللي فاتت. طبعا احنا من كنا من شوية كنا بنتكلم عن التوجه بتاع سوني ناحية الالعاب الخدمية ومصادر القلق ناحية حاجة زي كده، وفي الفترة اللي فاتت كان مفروض ان شركة سيجا اعلنوا عن لعبة اونلاين خدمية برضو اسمها هايناز. اللعبة دي من تطوير استوديو كرياتيف اسامبلي، واللي هما قدموا الالعاب بتاع توتال وور، وبالاضافة للعبة Alien Isolation. واللعبة الجديدة دي كانت هتبقى من نظام الألعاب اللي بيتقال عليه Extraction Shooters، اللي هي الألعاب اللي زي مثلا Hunt Showdown أو Escape from Tarkov. اللعبة في الفترة اللي فاتت تم الإعلان عن أن تطورها هيتلغي، بالإضافة أن في إقالات كتيرة للموظفين جوه Studio Creative Assembly. فحاجة يعني ممكن تكون محزنة من ناحية كمية المطورين اللي طلعوا من الاستوديو، عددهم مش صغير تماما، وحاجة يعني بصراحة فعلا مؤسفة أن في شركات بتحاول انها تصرف فلوس وتحاول انها تضيع وقت في مشاريع مش مضمونة، بحيث انها تكون بقى اي مشاريع خدمية من الممكن انها تدخل لهم فلوس اكتر مع الوقت، ولكن الموضوع ما بيكونش مدروس. وفي الاخر اللي بيروح ضحية حاجة زي كده هو الموظفين اللي شغالين، وانهم بيخسروا الوظائف بتاعتهم، خصوصا الاستوديو ده بيقدم العاب ممكن تكون ممتازة من ناحية الالعاب الاستراتيجية، وانا كان نفسي ان انا اشوفهم بيقدموا جزء جديد من لعبة Alien Isolation، لان اللي عملوه في اللعبة اللي نزلت في 2014 كان ممتاز، خصوصا من ناحية جانب الذكاء الاصطناعي بتاع Alien او الزينومورف. حتى لو انتم ملاحظين ان في استوديوهات كتير بيحاولوا ان هم يعملوا العاب الاكستراكشن شوترز اكتر في الالعاب بتاعتهم الفتره اللي فاتت، يعني حتى كول اوف ديوتي بتحاول مع جيم مود اسمه دي ام زي ان هم يقدموا نفس التجربه، ولكن الموضوع يعني ممكن نقول ان هو ماشي بنظام ان في سوق وتقسم، ان خلاص اهتمام الناس متقسم على لعبتين ثلاثة بالكتير، زي ما حصل مع باتل رويال. حد فيكم فاكر لما كان بعد مثلا 2016-2017 كان كل الناس عاوزين يعملوا الالعاب بتاعتهم باتل رويال، وكان في تجارب فاشلة كتير جدا. احنا تقريبا بنمر بنفس الحالة دلوقتي مع الاكستراكشن شوترز. حتى سوني بعض الالعاب الخدمية اللي اعلنوا عنها، زي كان في لعبة اللي هي بتاعت ستوديو هيفن، وفي لعبة ماراثون اللي هي بتاعت بانجي، دي العاب برضو عبارة عن اكستراكشن، فاللي هو اعادة تدوير فكرة زي دي بقى باسم مختلف او بستايل مختلف مش هيفرق مع الناس، والناس هيفضلوا متمسكين بالحاجة اللي هما مستمرين في ان هما يلعبوها، وده نفس اللي حصل مع الالعاب الباتل رويال اللي موجودة في الوقت الحالي. بدل ما وقت وميزانيات الاستوديوهات تضيع في العاب مش مضمونة بالشكل ده، خصوصا ان ممكن بعد لما اللعبة تطلع تكون الموضة بتاعتها خلاص، يعني الناس زهقوا من النوعية دي من الالعاب، يعني المفروض ان هم يضحطوا الوقت والفلوس دي في العاب تانية. حتى برضو شركة ايبك جيمز في اقالات كتيرة جدا، 16% من الموظفين اللي جوه الشركة تم اقالتهم في الفترة اللي فاتت، في حوالي قرب 1000 موظف خسروا شغلهم، وده ليه تأثير على قطاعات كتيرة جدا جوه الشركة. فواضح ان احنا بنمر في الفترة دي بان في شركات تريبل اي كتير
بتصفي الموظفين اللي عندها، وواضح بقى الموضوع لأسباب كتيرة مختلفة. واحدة من الألعاب الألغاز اللي أنا مستنيها برضو الفترة اللي جاية وهي تالس برينسبل، بشكل مفاجئ تم الإعلان عن معاد نزولها، الجزء الثاني هيكون يوم 2 نوفمبر اللي جاي. اضربوا لي كمان وكمان خطتي في ان انا احاول اخلص العاب فايتاني في نوفمبر وديسمبر. ولو ما حدش فيكم يعرف تالس برينسبل، ممكن تكون دي اكتر لعبة قريبة من تجربة بورتل ممكن اي حد يلعبها في الوقت الحالي. فوجود جزء تاني من اللعبة، والجزء الاول كان صراحة حلو جدا، يعني دي حاجة تعوضنا عن عدم وجود جزء تالت من بورتل، عشان تعرفين يعني فالف ما بيعرفوش يعدوا لحد رقم تلاتة. بعد كده في لعبة كان استوديو دونت نود اللي هم عملوا العاب زي لايف از سترينج و لعبة فامبير او فامبير حسب ما انتوا تحبوا تسموها ازاي. اللعبة الجديدة بتاعتها اسمها بانشرز، اجلت لاول 2024. في جيم بلاي نزل للعبة في الفترة اللي فاتت، الصراحة الجيم بلاي شكله كويس، لفت انتباهي جدا الكومبات بتاع اللعبة، وان في ميكس ما بين قدرات لشخصين، واحد وفي شبح تقريبا لزوجته تقريبا، انا مش متأكد دي تبقى مين. وبالاضافة ان اللعبة فيها اختيارات في القصة بتاعتها، وبيقولوا ان هم عاوزين يقدموا اختيارات ممكن تكون مؤثرة في الاحداث والكلام ده، فيعني انا ممكن اكون مهتم شوية ان انا اشوف اللعبة دي هتقدم ايه، بس ربنا يستر. يعني شهر فبراير الشهر ده يعني دايما يعني موعود بان هو يترس العاب. بعد كده في الفترة فاتت كان في زي بث مباشر اللي هو بتاع ديب رالمز، ده شركة 3D رالمز بتقدمه وبتعلن فيه عن ألعاب مستقلة، ودايما بتكون ألعاب شوترز. في أولا لعبة اميرسيف سيم مستقلة لفت انتباهي جدا ليها، وهي اسمها كور دي كي. اللعبة دي متأثرة وبشدة في حاجات كتير حتى الموسيقى بلعبة زي ديوس اكس، وعرضوا في الجيم بلاي بتاعها ثلاث طرق مختلفين انك انت تخلص بيها المهمة، من ناحية الجيم بلاي او من ناحية الحوارات او من ناحية الاكشن والستيلس والكلام ده. فالموضوع ده كان عظيم، اللعبة لفت انتباهي، وطبعا من بعد لما شفت التريلر ده جريت على ستيم وحطتها في الويش ليست عندي. بعد كده في لعبة شوتر انا متحمس جدا ليها، لان انا كنت لعبت الديمو بتاعها السنة اللي فاتت، اسمها سيلاكو. سيلاكو دي متأثرة بشكل كبير جدا بلعبة زي فير، جانب الاكشن بتاع فير بالتحديد، مع لعبة زي هاف لايف، والعاب بتاعت محرك بيلد زي مثلا دوك نيوكم وبلود. واللعبة فعلا كانت تجربتها ممتازة، اللعبة فيها مستوى ذكاء اصطناعي مش موجود خالص في العاب كتير في الوقت الحالي. بالاضافة ان في ديمو في الوقت الحالي برضو للعبة شوتر تانية متأثرة برضو بالالعاب بتاعت محرك بيلد القديمة، خصوصا دوك نيوكم. واللعبة هي فانتوم فيوري، اللعبة هي جزء جديد من لعبة اين فيوري اللي كانت نزلت قبل كده، وكانت لعبة حلوة جدا، انصحكم ان انتم تجربوها لو عايزين تجربة شوتر كلاسيكية، والديمو بتاع الجزء الجديد متاح حاليا على ستيم. فبس دي كانت كل الاخبار تخص الحلقة دي، اتمنى الحلقة انها تكون عجبتكم. انا عارف والله ان انا مأخر بشكل كبير الريفيو بتاع سايبر بانك، الريفيو بتاع اللعبة من بعد الابديت والدي ال سي جديد. انا زي ما كنت قلت لكم في الفترة اللي فاتت ان انا لعبت اللعبة كلها من اول وجديد، مريت بالتجربة بتاعتها بالتحديث الجديد، وبصراحة دي كانت تجربة يعني كانت لازم انها تحصل. كويس جدا انا ما عملتش اللي كان في دماغي في البداية، ان انا اخش بسرعة اخلص القصة وبعد كده اخش على الدي ال سي، ودي حاجة هقول لكم ليه هي مهمة جدا لما اقدم لكم المراجعة. وبالاضافة طبعا انا خلصت فانتوم ليبرتي، وحاولت ان انا اشوف برضو بقدر المستطاع النهايات المتاحة في الاضافة وبعض الاختيارات، ان انا ارجع اجرب اشوف الموضوع ماشي ازاي، واشوف هل فعلا CD Projekt Red تعلموا من الغلطات بتاعتهم في اللعبة الأساسية ولا لا. حاجات زي كده هنتكلم عنها أكتر في المراجعة. فبس أتمنى يكون الفيديو ده عجبكم، ما تنسوش أنكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وأشوفكم فيديو جديد.